خلال تفقده عددا من المشروعات بهيئة الاستثمار، الرئيس السيسي يؤكد اهتمام الدولة بدعم الصناعة وبإزالة المعوقات أمام المستثمرين. مدبولي يجتمع بالمجموعة الاقتصادية ويؤكد استمرار التعاون مع البنك المركزي لمواجهة الظروف العالمية الراهنة. النتائج الأولية لاستفتاءات ضم روسيا، 4 مناطق أوكرانية تظهر تأييدا للضم، والبرلمان الروسي يدرس قرار الضم في 4 أكتوبر. 6 مساء بتوقيت القاهرة، 4 عصرا بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أهلا بحضراتكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمام الدولة الكبير بالصناعة وبدعمها وتسهيل كل المعوقات التي تواجهها، مشددا على أنه سيتم الانتهاء من إزالة كافة المعوقات القائمة في مواجهة الاستثمار. كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه عددا من مشروعات الهيئة العامة للاستثمار جدية الدولة في تناول المشكلات التي تعوق الاستثمار والتصدي لها. هنبذل أقصى جهد في ظل الظروف اللي احنا بنتكلم عليها ديت، وهي ظروف كانت قاسية على الدنيا كلها، على العالم كله، على دول صناعية متقدمة واقتصاديات متقدمة جدا عندها وفرة في كل شيء. لكن الأزمة بتاعت كورونا والأزمة بتاعت الأزمة الروسية كانت لها يعني صدمة كبيرة جدا جدا على العالم وعلينا، لكن احنا حاولنا بقدر الإمكان وبنحاول ان يكون اقل تأثير ممكن، واحنا ان شاء الله يمكن اتصور شهر او 2 بالكتير نكون كل المعوقات اللي كنا بنتكلم فيها تكون خلصت. واكد الرئيس عبد الفتاح السيسي استعداد الحكومه لتشجيع رجال الاعمال للتوسع في اقامه المدارس المهنيه وبتخريج عماله ماهره ومدربه تكون لديها فرص عمل حقيقيه. ونوه الرئيس السيسي بدور مراكز البحوث والتطوير سواء في الجامعات او في غيرها لايجاد حلول للمشكلات التي تحتاج الى تطوير. احنا مستعدين من خلال المدارس الفنية اللي موجودة، وفي رجال أعمال عملت كده، يعني في رجال أعمال عملت مدرسة، وفي رجال أعمال استفادت من مدارس موجودة وعادت توظيفها لصالح إنتاج وتدريب حاجتها من العمالة، ويعني علمتهم في المدارس ديت وخدتهم أو بتاخدهم بيشتغلوا عندها في المشروعات بتاعتهم. اللي أنا عايز أقوله هنا إن إحنا مستعدين نتوسع في هذا الأمر، وبنشجع رجال الاعمال على ده، على ان احنا النهارده ان يساهموا معانا. انا هنا مش بتكلم في مساهمه ماليه، انا بتكلم يساهموا معانا في ان هو مسار اعداد وتاهيل خريج من المدرسه دي يكون عنده فرصه حقيقيه سوق العمل. انا بتكلم في النقطه ديت. وأشار الرئيس السيسي إلى أن المؤتمر الاقتصادي الذي سينطلق الشهر المقبل يمثل فرصة للمستثمرين ورجال الأعمال لعرض الصعوبات التي تواجههم. وأكد الرئيس السيسي أن عرض مشاكل المستثمرين ليس عيبا في الحكومة أو الدولة، ولكن يتم عرضها من أجل إزالة جميع معوقات الاستثمار. وبالتالي احنا كدولة مع رجال الأعمال في مصر نحط ايدينا في ايدين بعض ونجتهد، وكل المعوقات اللي بتقابل بحق مستثمرينا ورجال الأعمال في مصر نحلها. ويمكن المؤتمر الاقتصادي يكون فرصة اللي احنا يعني هنطلق أجندته دكتور مصطفى في مش كده أول الشهر ده، ويعني في خلال الشهر الجاي هنكون بنتكلم في فعالياته. أرجو أنه هو يدي فرصة للمستثمرين ورجال الأعمال أن هم يعرضوا بشكل أو بآخر المصاعب اللي بتقابلهم. وده مش يعني لما نيجي نعرض مشاكل موجوده بتقابل يعني مستثمر، ده مش عيب في الحكومه او في الدوله، احنا بنعرضه عشان نتصدى له ونحله، عشان ما يبقاش فيه مشكله ابدا تعوق الاستثمار اللي احنا بنتكلم عليه.
هذا وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن حجم مساهمة القطاع الخاص في منظومة الاقتصاد المصري لا تقل عن 75%، وأشار الرئيس إلى أن الدولة تستهدف تحقيق 100 مليار دولار صادرات، وأن هذا ليس رقما كبيرا بالنسبة لدولة يبلغ تعداد سكانها 104 ملايين نسمة. لو ممكن، مش ممكن بقى ده الكلام ده، احنا عملناه وقلنا ان احنا هنخش على مناطق بعينها ونجهزها ونديها الاشتراطات خالصه من جهات المختلفه بالكامل، عشان المستثمرين ورجال الصناعه اللي عايزين يدخلوا يشتغلوا ما ياخدوش وقت كبير جدا في المسار او اللي هو يعني الاجراءات الاداريه اللي بتتعمل في مثل هذا المجال. انا اتصور ان اللي احنا شفناه النهارده النموذجين دول هم كويسين بس مش كفاية. إذا كنا بنتكلم على إن احنا بنستهدف 100 مليار دولار للتصدير، وبالمناسبة الرقم ده رقم مش كبير، 100 مليار دولار لدولة فيها 104 مليون إنها تصدر ب 100 مليار، ده رقم مش كبير. هذا وتفقد الرئيس السيسي عددا من المشروعات القومية الخاصة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمدينة نصر، وشارك الرئيس السيسي في الجولة التفقدية رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء والمسؤولين في الهيئة العامة للاستثمار. وشملت الجولة التفقدية عددا من معارض الصناعات والمصانع المختلفة داخل منطقة الاستثمار. أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة البدء لافتتاح المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها في محافظة القليوبية والمنطقة الاستثمارية في مدينة ميت غمر بالدقهلية، وذلك عبر الفيديو كونفرنس. جاء ذلك خلال افتتاح مشروعات قومية تابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد عبد الوهاب أن السنوات الثلاث الماضية شهدت إنشاء 7 مراكز لخدمة المستثمرين، مشيرا إلى أن الهيئة لديها خطط مفصلة بشأن الفرص الاستثمارية المتاحة. فقد حرصت الهيئة على افتتاح العديد من المراكز لتحقيق الانتشار الجغرافي في مختلف المحافظات خاصة محافظات الصعيد، تفعيلا لمبدأ اللامركزية مع توفير أحدث طرق الميكنة والربط الإلكتروني بتلك المراكز. فخلال ال3 سنوات الماضية تم إنشاء 7 مراكز جديدة في محافظات الفيوم، المنيا، قنا، الوادي الجديد، الإسماعيلية، بورسعيد، جنوب سيناء، بالإضافة إلى مركز بمحافظة القليوبية جاري تشغيله بنهاية هذا العام، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للمراكز 15 مركزا على مستوى الجمهورية. التقى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ والوفد المرافق له بأعضاء مجموعة الصداقة الفرنسية المصرية، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها رئيس المجلس إلى باريس حاليا
تلبية لدعوة من رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي. تناولت المناقشة العلاقات البرلمانية واختصاصات مجلس الشيوخ المصري، حيث استعرض المستشار عبد الرازق مع أعضاء الجمعية الطفرة الهائلة التي حدثت في مصر في المجالات المختلفة، خاصة الاقتصادية والعمرانية والتكنولوجية والصناعية والبنية التحتية، فضلا عن حقوق الإنسان وشرح محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار بناء الجمهورية الجديدة. ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع المجموعة الاقتصادية، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي حسن عبد الله وعدد من الوزراء والمسؤولين. وخلال الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء على استمرار التعاون والتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي بهدف مواجهة الظروف العالمية الراهنة التي فرضتها الأزمة الروسية الأوكرانية، خاصة في ظل استمرار تداعيات الأزمة. كما تم خلال الاجتماع استعراض السيناريوهات المقترحة بشأن أجندة ومحاور المؤتمر الاقتصادي الذي كلف بعقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث قال مدبولي إن توجيهات الرئيس السيسي تتضمن أهمية العمل على إشراك أكبر عدد من الخبراء الاقتصاديين، وذلك سعيا للتوافق على خريطة طريق للتعامل مع التحديات الاقتصادية الحالية. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 511 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 164 طن مواد غذائية وغير غذائية، وتم ضبط أكثر من 116 طن في مجال الاستيلاء على السلع المدعومة. أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية، فتم ضبط قرابة 84 طن. كما تم ضبط 721 قضية في مجال قضايا المخابز، من بينها 154 قضية خبز ناقص الوزن و 122 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي للجرائم التموينية بكافة أشكالها، وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فرعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام من ضبط العديد من قضايا غش السلع وحجبها عن التداول وبيع سلع منتهية الصلاحية. استمرارا للضربات الأمنية المتلاحقة التي توجهها أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لضبط الجرائم التموينية، تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط قرابة 74 طن دقيق أبيض وسكر وأرز تم حجبها عن التداول بالأسواق بنطاق محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية بهدف رفع أسعارها. كما تمكنت من ضبط أكثر من 51 طن دقيق بلدي مدعم استولى عليها مسؤول مخبز بلدي بشمال سيناء لبيعها بالسوق السوداء، وضبط 47 طن ونصف سكر وزيت وأرز قام المسؤول عن مضرب أرز بالشرقية بحجبها عن التداول بالأسواق لبيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة من وراء ذلك. وتمكنت الإدارة من ضبط 20 طن سكر تموني مدعم استولى عليها المسؤولان عن مصنعين لتعبئة السلع الغذائية بالجيزة والمنيا لبيعها بالسوق السوداء. الإدارة نجحت في ضبط 21 طن أعلاف حيوانية بحوزة ملك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية بسوهاج قام بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق وبيعها بأزيد من سعرها المتداول. ونجحت في ضبط 609 ألف عبوة سجائر محلية ومهربة جمركيا ومقلدة تم حجبها عن التداول بالأسواق بحوزة ملك مخازن لتجارة السجائر والأدخنة ببني سويف. وعلى صعيد ضبط السلع الفاسدة والمغشوشة، نجحت الإدارة في ضبط أكثر من 132 طن دقيق ومكرونة غير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل طرحها للتداول بالأسواق بحوزة المسؤول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية بالجيزة. كما تمكنت من ضبط نحو 179 طن لحوم ودواجن ومصنعاتها ومقطعاتها وجبن غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملات شنتها الإدارة بنطاق محافظات الجيزة والغربية والبحر الأحمر والقاهرة.
ونجحت في ضبط 100 طن ملح طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتشكل خطراً على الصحة العامة بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص بالمنوفية. وتمكنت من ضبط قرابة 82 طن مخللات وملح طعام ومواد غذائية أخرى غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة مسؤولين عن مصنعين لإنتاج وتعبئة المواد الغذائية بالمنوفية. كما تمكنت الإدارة من ضبط أكثر من 15 طن مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتشكل خطراً على الصحة العامة على طرحها للتداول بالأسواق بحوزة المسؤول عن مصنع لتعبئة وإنتاج المخللات ببني سويف. الإدارة تمكنت من ضبط أكثر من 22 طن مستلزمات إنتاج حلوى مولد وأكثر من 23 طن منتج نهائي غير صالح للاستهلاك الآدمي بحوزة المسؤول عن مصنع بدون ترخيص لإنتاج حلوى المولد بالقاهرة. كما نجحت في ضبط نحو 26 طن أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة المسؤولين عن 8 ثلاجات لحفظ السلع الغذائية بالغربية. الإدارة تمكنت من ضبط 150 طن مستلزمات إنتاج أعلاف حيوانية غير صالحة للاستخدام الحيواني وتضر بالثروة الحيوانية بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص بالمنوفية. وضبط 15 طن أسمدة زراعية غير صالحة للاستخدام الزراعي وذات أثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية بمحلين لتجارة الأسمدة الزراعية بالشرقية. تواصل مدينة شرم الشيخ استعداداتها لاستقبال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27. يأتي الممشى السياحي بمدينة شرم الشيخ من ضمن أهم المشروعات التي أقيمت لإضافة لمسة جمالية يتمتع بها الزوار ويتمتع بها وفود المؤتمر. هي لحظة استمتاع بهذا المشروع الحضاري الترفيهي، فعلى مساحة 6 كيلومترات على طول جانبي طريق السلام هي مساحة الممشى السياحي الذي يخدم مشروع الهوية البصرية ويتضمن 82 محلا تجاريا بالإضافة لأعمال التجميل والتشجير والإنارة والرصف والتي تتزامن مع رفع كفاءة طريق السلام. ويتوسط الممشى السياحي مسلة فرعونية ومقاعد للجلوس، فضلا عن وجود منطقة ترفيهية بها عدد من المطاعم والخدمات الأخرى، ويسابق فيها هؤلاء العمال الزمن للانتهاء منها في أسرع وقت، مما يجعله مشروعا حضاريا يواكب توجه الدولة نحو التحضر للأخضر. هذه صورة رصدنا من خلالها الأعمال التي تتم في الممشى السياحي بكل خدماته الترفيهية والاجتماعية، لينتهي المشروع بشكل كامل بعد أيام قليلة ليستمتع الزائر بوقته في المدينة الخضراء. من مدينة شرم الشيخ، محمود جميل، التلفزيون المصري. أعلنت اللجنة الانتخابية الروسية أن النتائج الأولية لاستفتاءات ضم 4 مناطق أوكرانية خاضعة لسيطرة روسية كلية أو جزئية تظهر تأييدا للضم، وذلك بعد فرز أصوات مكاتب الاقتراع في روسيا. وأفادت وكالات أنباء روسية أن اللجنة الانتخابية الروسية أكدت أن التأييد جاء بنسبة 97% إلى 98% من الأصوات بعد فرز ما يتراوح بين 20% و 27% من الأصوات في مراكز التصويت في روسيا. ذكرت وسائل إعلام روسية أن البرلمان الروسي قد يبحث دمج المناطق الأوكرانية الأربع التي شهدت استفتاءات إلى روسيا في 4 أكتوبر المقبل. وقالت وكالة الأنباء الروسية الرسمية أنه من المتوقع أن يخاطب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غرفتي البرلمان لاحقا خلال هذا الأسبوع بعد الانتهاء من تصويت الاستفتاءات بالمناطق الأوكرانية. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن إنقاذ الأفراد في جميع المناطق التي يجرى فيها الاستفتاء بأوكرانيا على رأس أولويات بلاده. في سياق آخر، اتهم بوتين الدول الغربية بممارسة خداع وسياسة جشعة، مشددا على أن الحبوب المصدرة من أوكرانيا لا تصل إلى أفقر دول العالم.
بالطبع، اليوم في خضم العملية العسكرية الخاصة والاستفتاءات في دونباس، يأتي إنقاذ الأفراد في جميع الأقاليم التي يجري فيها الاستفتاء على رأس أولوياتنا وفي صميم اهتمام مجتمعنا وبلدنا، وهذا أمر طبيعي لأنه مرتبط بأحداث مأساوية. حثت أوكرانيا الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات اقتصادية على روسيا بسبب تنظيم استفتاءات لضم 4 مناطق تسيطر عليها في أوكرانيا، وقالت إن ما تقوم به موسكو لن يغير من التحركات في ساحة المعركة. وقال وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا بعد محادثات في كييف مع وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، قال إن فرض عقوبات على أفراد لا يكفي كعقوبة على الاستفتاءات. من جانبه أكد الأمين العام للناتو يانس ستولتنبرغ دعم الحلف لسيادة أوكرانيا، مشيرا لعدم شرعية الاستفتاءات التي أجرتها روسيا. قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف إن روسيا لها الحق في استخدام الأسلحة النووية إذا لزم الأمر. أضاف ميدفيديف أن أمن واشنطن ولندن وبروكسل أهم بكثير لحلف شمال الأطلنطي من مصير أوكرانيا، مشيرا إلى أنه إذا تجاوز التهديد لروسيا الخط الأحمر فسيتعين على موسكو الرد. وأشار ميدفيديف إلى أن موسكو ستبذل جهدا كبيرا لمنع ظهور أسلحة نووية لدى أوكرانيا التي يسيطر عليها الناتو حاليا على حد قوله. دعت الحكومة السويدية إلى اجتماع طارئ لمناقشة تسرب الغاز من خطي نورد ستريم 1 و 2 في بحر البلطيق. في غضون ذلك قالت الرئاسة الروسية الكريملين إنها لا تستبعد أن يكون عملا تخريبيا وراء الأضرار التي لحقت بشبكة أنابيب نورد ستريم في بحر البلطيق. وأوضح ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكريملين أن الرئاسة الروسية قلقة بشدة إزاء هذه الواقعه التي تتطلب إجراء تحقيق فوري في ملابساتها، لأنها قضية تتعلق بأمن الطاقة في القارة بأكملها. كانت مراكز لرصد الزلزال في الدنمارك والسويد قد سجلت انفجارات قوية في نقاط تسرب الغاز في خط أنابيب نورد ستريم. اعتبرت كييف تسرب الغاز من 3 مواقع من خطي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و 2 هو نتيجة هجوم إرهابي مخطط له من موسكو ضد الاتحاد الأوروبي. وقال مستشار بالرئاسة الأوكرانية، قال إن روسيا تريد زعزعة استقرار الوضع الاقتصادي في أوروبا وتريد بث الذعر قبل الشتاء على خلفية مخاوف من أزمة طاقة غير مسبوقة الأشهر المقبلة. حذرت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية بأن العالم مقبل على ركود عالمي في وقت يواجه أزمات متعددة، وقالت إنها تتوقع انخفاض توقعات التجارة العالمية لعام 2022 عن النسبة الحالية البالغة 3% لأسباب من بينها الحرب الروسية الأوكرانية وأزمتي الغذاء والطاقة الناجمتين عنها. أكد بنك إنجلترا أنه لن يتردد في رفع أسعار الفائدة لدعم قيمة الجنيه الاسترليني بعد يوم من الاضطرابات في الأسواق. وأشارت لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا إلى أنها لن تتردد في تغيير أسعار الفائدة بقدر ما يلزم لإعادة التضخم إلى 2% بشكل مستدام على المدى المتوسط، وذلك بما يتماشى مع اختصاصها. قالت هيئة تنظيم الطاقة في ألمانيا إن برلين تعمل لتوفير مزيد من وسائل استيراد الغاز من جيرانها الأوروبيين لتعويض نقص إمدادات خط أنابيب الغاز الروسية. أضافت الهيئة أن مزيدا من الغاز يأتي من النرويج وبلجيكا وهولندا وفرنسا بجانب توفير الطاقة والمخزونات سريعة الملء، مشيرة إلى أن ذلك يجب أن يجعل الصناعة مستعدة بشكل خاص لتصورات نقص الإمدادات.
Sie recherchieren das, die Drähte glühen, die Telefonate laufen ständig. قالت وزارة الطاقة اليونانية إن أثينا اقترحت إنشاء صندوق أوروبي بمليارات اليورو يتم تمويله جزئيا من فرض ضريبة غاز على منتجي الطاقة لدعم الأسر والشركات التي تواجه صعوبات بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة ولمساعدة أوروبا على استبدال الغاز الروسي. قال وزير الطاقة اليوناني كوستاس سيكريكاس قال إنه من الممكن فرض ضريبة خاصة بقيمة 10 يورو لكل ميجاوات في الساعة على الغاز الذي تستهلكه شركات إنتاج الكهرباء، مضيفا أنه يمكن لدول الاتحاد الأوروبي يمكنها من تحصيل إيرادات سنوية إجمالية تبلغ نحو 9 مليارات يورو من خلال تلك الرسوم ومساعدة أوروبا في الحصول على قرض بنحو 80 مليار يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لإنشاء الصندوق المقترح. حذرت منظمات أممية من تفاقم خطر المجاعة حول العالم نتيجة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية التي انعكست على أسعار الوقود والأسمدة، بالإضافة إلى التغيرات المناخية وتأثيرها على الإنتاج الزراعي، ما رفع مستويات انعدام الأمن الغذائي في عدة دول. ويقدر عدد الأشخاص الذين تعرضوا لانعدام الأمن الغذائي الحاد في عام 2021 بنحو 53 مليون و900 ألف شخص، بزيادة قدرها نحو 5 ملايين شخص عن العام السابق. تحذيرات أممية من خطر المجاعة الذي أصبح يهدد الملايين حول العالم بسبب عدة عوامل، أبرزها الأزمة الروسية الأوكرانية وانعكاسها على صناعة الأسمدة، بالتزامن مع تداعيات التغيرات المناخية التي فاقمت من الأزمة. ارتفاع أسعار الغذاء بشكل كبير وغير مسبوق منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية ساعدت في زيادة أعداد الجوع حول العالم لأكثر من 40 مليون نسمة، وجاء ارتفاع أسعار البترول يمثل عبئاً جديداً على الأمن الغذائي، حيث إن البترول يمثل ثلث تكاليف إنتاج الغذاء سواء في تكاليف الشحن والتفريغ أو الآلات الزراعية. الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت بشكل واضح على الأمن الغذائي بعد توقف صادرات الأسمدة من روسيا وتوقف تصنيعها في أوروبا نتيجة حجب الغاز الروسي، حيث أصبحت مهمومة بتوفير الغاز لتدفئة الشتاء أكثر من اهتمامها بإنتاج الأسمدة، وهو ما يؤدي إلى تدهور إنتاج الغذاء المتدهور بالأساس في الدول الإفريقية والفقيرة بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة أو حجبها. التغيرات المناخية أيضا ساهمت في تفاقم أزمة الغذاء، فالمساحات الزراعية في العديد من دول العالم تعرضت لظواهر مناخية استثنائية مثل الجفاف والسيول والفيضانات خلال الفترة الماضية، مما أثر على الإنتاج الزراعي العالمي. تحت وطأة الأزمات والصراعات من ناحية والتغيرات المناخية وتداعياتها من ناحية أخرى، تحاول أهداف الألفية الجديدة المتمثلة في القضاء على الجوع والتقليل من نسب الفقر الصمود مع زيادة أعداد الجوع في العالم. رفع البنك المركزي المغربي سعر الفائدة القياسي 50 نقطة أساس إلى 2%. توقع البنك عقب اجتماعه الأسبوعي أن يرتفع التضخم إلى 6.3% في العام الجاري من 1.4% في العام الماضي، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار الوقود في الأسواق العالمية، قبل أن يتراجع إلى 2.4% في عام 2023. نشرتنا مستمرة مع حضراتكم، نتابع فيها. غوتيريش يقول إن القضاء على الأسلحة النووية أعظم هدية للأجيال الجديدة. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن القضاء على الأسلحة النووية سيكون أعظم هدية يمكن أن نقدمها للأجيال القادمة. جاء ذلك خلال كلمة لغوتيريش في الاحتفال باليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية، حيث حذر الأمين العام للأمم المتحدة من أن
أي استخدام لسلاح نووي من شأنه أن يؤدي لوقوع كارثة إنسانية، داعيا إلى ضرورة وضع نهاية لعصر الابتزاز النووي. وشدد غوتيريش على أن فكرة أن أي دولة يمكن أن تقاتل وتنتصر في حرب نووية هي فكرة مختلة، داعيا إلى انتهاز اجتماعات الجمعية العامة باعتبارها فرصة لتشكيل مستقبل أكثر سلاما وثقة واستدامة. أكد المرشح الرئاسي البرازيلي لولا تا سيلفا أكد أنه سيحقق الفوز في الانتخابات المقبلة من الجولة الأولى. يتصدر سيلفا الاستطلاع الأخير بفارق 17 نقطة عن خصمه الرئيس الحالي جاير بولسونارو. وبحسب الاستطلاع فقد يفوز لولا دا سيلفا بالسباق في الجولة الأولى، حيث يمتلك 52% من اتجاهات الناخبين باستثناء الممتنعين عن التصويت والأصوات الباطلة. أقيمت جنازة رسمية لرئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي الذي اغتيل في 8 يوليو الماضي. وألقى رئيس الوزراء فوميو كيشيدا وممثلو الحكومة والبرلمان والقضاء كلمات تأبين لرئيس الوزراء الراحل. وكان من بين 4300 شخص حضروا الجنازة عشرات الشخصيات الأجنبية البارزة. وتعد هذه الجنازة أول جنازة رسمية في البلاد منذ عام 1967. وقعت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب رشا راغب بروتوكول تعاون مع رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة آية عمر، وذلك بمقر الأكاديمية. واتفق الطرفان من خلال البروتوكول على دعم الجهود المشتركة للمؤسستين وتقديم الأكاديمية الخدمات التدريبية اللازمة للعاملين بمؤسسة حياة كريمة والمتطوعين بها وعقد الأنشطة المشتركة بين الجهتين. في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وقعت القافلة الطبية الكشف على ما يقرب من 1200 مواطن على مدار يومين بقرية الشروق التابعة لمركز ومدينة القصاصين بالإسماعيلية. ضمت هذه القافلة كل التخصصات الطبية وخدمات تنظيم الأسرة بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، وأيضا صيدلية تتوافر بها كل الأدوية. كما تم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحة إلى المستشفيات مجانا. احنا النهارده في احد كرة مركز القصاصين في قرية الشروق، احد توابع الكرة كمان، جايين كلنا لخدمة اهالينا. دي ضمن سلسلة القوافل التي تنظمها حياة كريمة بالتنسيق مع مديرية الصحة بالاسماعيلية. احنا النهارده عندنا جهاز اشعة، وكل اسبوع عن الاسبوع التاني بنضيف حاجة جديدة في خدمة اهالينا. والنهارده عندنا تطعيم ضد فيروس كورونا. احنا النهارده الاهالي كلهم جايين منتظرين هدية الرئيس. أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانا صحفيا عن الحركة السياحية بمناسبة اليوم العالمي للسياحة الموافق يوم 27 سبتمبر من كل عام. أوضح الجهاز أن عدد السائحين الوافدين بلغ نحو 4,900,000 سائح خلال النصف الأول من عام 2022، مقابل 1,600,000 سائح خلال النصف الأول من عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها نحو 85.4%. وبلغ عدد الليالي السياحية التي قضاها السائحون المغادرون نحو 52,600,000 ليلة سياحية خلال الفترة من شهر يناير حتى يونيو الماضيين، بنسبة ارتفاع قدرها نحو 63.6% عن نفس الفترة من العام الماضي.
احتفلت محافظة الأقصر بيوم السياحة العالمية من أمام معابد الكرنك، والذي يقام هذا العام تحت شعار إعادة التفكير في السياحة. وبدأت الفعاليات من أمام معابد الكرنك بعدد من العروض الفنية والموسيقى الفلكلورية وسط جموع السياح والزائرين، كما تضمنت الفعاليات زراعة شجرة تضامنا مع مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 الذي تستضيفه شرم الشيخ بمشاركة لدول العالم. طبعا مدينة الأقصر من المدن العالمية اللي برضو بتنتهج نهج كافة المقاصد السياحية لإبراز المنتج السياحي والأثري وجودة المنتج السياحي والأثري وتفرده. يمكن النهاردة عملنا زراعة شجرة وكان بيشاركنا فيها مجموعة من السائحين المتواجدين معنا هنا في معبد الأقصر، وكان قد إيه هم طبعا سعداء بهذا النشاط إن هم بيشاركونا زراعة الشجرة هنا. مستعدين بكل توجيهاتنا في المعابد والمقابر وكل المواقع الأثرية في محافظة الأقصر على أتم الاستعداد لاستقبال كافة السائحين. ويمكن برضو احنا لزيادة التوعية واحتفالنا بهذا اليوم كان في قرار من مجلس الإدارة برئاسة الأستاذ الدكتور الأمين العام بأنه بنفتح مواقعنا كلها مجانا للمصريين وأجانب المقيمين وعرب وأفارقة. شهد مهرجان الفنون الشعبية بالإسماعيلية إقبالا جماهيريا كبيرا للاستمتاع بأنغام الموسيقى الشعبية التراثية. وقدم عدد من الفرق الشعبية عروضا فنية متنوعة على عدد من المسارح التي شهدت حضورا جماهيريا مميزا. وتستمر غدا الفرق في تقديم فقراتها على المسارح بالإضافة إلى مسرح مدينة القنطرة غرب حتى يوم 30 من الشهر الحالي. تتواصل فعاليات كرنفال مصر الدولي للفنون في دورته الثانية بالغردقة. يشهد الكرنفال مشاركة واسعة من فنانين من 15 دولة أجنبية. بمشاركة 42 فنانا من 15 دولة تتواصل فعاليات كرنفال مصر الدولي للفنون في دورته الثانية بمدينة الغردقة. تستمر الفعاليات حتى السبت المقبل، وتأتي تزامناً مع الاحتفال بالذكرى المئوية الثانية لفك رموز حجر رشيد. وتتنوع فقرات وبرامج الكرنفال من ورش للفنون التشكيلية والرسم والتصوير والنحت وتشكيل المجسمات، إضافة إلى برامج سياحية لضيوف الكرنفال، وأيضاً فرق موسيقية متخصصة من كبار عازفي الآلات الموسيقية الشرقية من القاهرة. دي أول مرة أشارك في الكرنفال، مبسوطة ان انا قدرت اشارك السنة دي وان هو جي مع تزامن مع اليوم العالمي للسياحة. وايمانا باهمية تنشيط السياحة، يضم الكرنفال ايضا جولات سياحية وثقافية للفنانين المشاركين للترويج السياحي لمدينة الغردقة. وفي نشرتنا معكم نفتح نافذة اقتصادية. الوقفة الاقتصادية يقدمها لنا الزميل مصطفى ميزار. إليك مصطفى. شكرا فاطمة خليل وشكرا نهى توفيق. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة جديدة من أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة. فاز البنك المركزي بعدد من جوائز التحالف الدولي للشمول المالي والذي يضم فيه عضويات أكثر من 100 مؤسسة مالية وبنوك مركزية وجهات رقابية من 89 دولة. جاء ذلك تقديرا لجهود البنك المركزي المصري في تعزيز الشمول المالي ودعم التمكين الاقتصادي للمواطنين والشركات وتيسير وصول الخدمات المصرفية والمالية إلى جميع فئات المجتمع. كما ضمت جوائز البنك المركزي جائزتي الابتكار في الخدمات المالية الرقمية والالتزام بتحقيق مستهدفات الشمول المالي. أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أن الخطة المتكاملة والتي ينفذها قطاع البترول لزيادة قدرات صناعة البتروكيماويات
تمضي في تحقيق أهدافها من خلال مجموعة من المشروعات الجديدة الطموحة والتي تمثل فرصاً جاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية، وفي مقدمتها مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذلك مشروعات البتروكيماويات بالظهير الصناعي للعالمين الجديدة. كما أشار وزير البترول إلى أن قطاع البترول يجهز لعرض مجموعة من المشروعات الخضراء والصديقة للبيئة خلال قمة المناخ القادمة في مصر. جاء ذلك خلال رئاسة وزير البترول لاجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات لاعتماد نتائج الأعمال لعام 2021-2022. ارتفعت صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال الموسم التصديري 2021-2022 بنسبة 13.1% لتسجل ما قيمته 2.722 من ألف مليار دولار مقابل 2.406 من ألف مليار دولار خلال موسم 2021-2022. هذا وأكد المجلس التصديري للحاصلات الزراعية زيادة الكميات المصدرة بنسبة 1.7% خلال الموسم التصديري الحالي لتسجل 4.3 مليون طن مقابل 4.2 مليون طن خلال موسم 21-22. استقبلت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفد شركة كراستس فيتمت الروسية العامة والعاملة في مجال المعادن النفيسة واستخداماتها الصناعية. يأتي ذلك في إطار توافد الشركات الروسية على المنطقة الاقتصادية في إطار الاتفاقات التي تمت بين الجانبين المصري والروسي لإنشاء منطقة صناعية روسية بشرق بورسعيد. وتم خلال الاجتماع استعراض المزايا والحوافز التنافسية العالمية والتي تقدمها المنطقة. إلى سوق المال، حيث تبينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم منتصف جلسات الأسبوع وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق 1.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 688.5 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات فتراجع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 9817 نقطة. كذلك ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 2267 نقطة. وصعد مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 95% ليغلق عند مستوى 3206 نقاط. إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي 19 جنيها و44 قرشا للشراء و19 جنيه و55 قرشا للبيع. اليورو سجل 18 جنيه و74 قرشا للشراء و18 جنيه و85 قرشا للبيع. بالنسبة للجنيه الاسترليني فقد وصلت قيمته إلى 20 جنيه و98 قرشا للشراء و21 جنيه و11 قرشا للبيع. وبالنسبة للدرهم الإماراتي فقد وصلت قيمته إلى 5 جنيهات و29 قرشا للشراء و5 جنيهات و32 قرشا للبيع. وأخيرا الريال السعودي الذي وصلت قيمته إلى 5 جنيهات و17 قرش للشراء و5 جنيهات و20 قرشا للبيع. من أسواق العملات إلى أسواق المعادن النفيسة، حيث انخفضت أسعار الذهب العالمي انخفاضا طفيفا مع ترقب السوق العالمي للذهب في هذا الأسبوع لعدد من التقارير والبيانات التي قد تؤثر في حركة المعدن الأصفر، حيث تعتبر التقارير والمؤشرات الاقتصادية بوصلة يتحرك على أساسها المستثمرون وأصحاب رؤوس الأموال لشراء الذهب بوصفه الملاذ الآمن. سجل المعدن الأصفر 1639 دولارا للأوقية. أما محليا فوصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 967 جنيه، وعيار 21 وصلت قيمته إلى 1127 جنيه، وبالنسبة لعيار 24 فقد وصلت قيمته إلى 1288 جنيه، وأخيرا الجنيه الذهب الذي وصلت قيمته إلى 9016 جنيه. في أسواق البترول العالمية، ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف متأثرة بارتفاع الدولار ومخاوف من أن تؤدي الزيادات الحادة في أسعار الفائدة على مستوى العالم
إلى ركود والإضرار بالطلب على الوقود، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1% إلى 85.52 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ب 0.2% لتصل إلى 78.08 دولار للبرميل الواحد، وارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 0.2% لتصل إلى 3.96 دولار للتر، وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 0.1% لتسجل 6.79 للدولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ذكرت وكالة أنباء رويترز نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلع أن روسيا ستقترح على الأرجح أن يخفض تجمع أوبك بلس الإنتاج بنحو مليون برميل يوميا في الاجتماع القادم في أكتوبر، ورفض تحالف أوبك بلس زيادة الإنتاج لخفض أسعار النفط على الرغم من ضغوط كبار المستهلكين ومن بينهم الولايات المتحدة الأمريكية، وقد انخفضت الأسعار بشدة في هذا الشهر لمخاوف بشأن الاقتصاد العالمي. صعدت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت عند الفتح بعد 5 جلسات من البيع بفعل مخاوف من تباطؤ اقتصادي ينتج عن رفع أسعار الفائدة، وارتفع المؤشر دو جونز الصناعي بنسبة 54%، وزاد المؤشر ستاندرد أند بورز ب500 بنسبة 86%، كذلك صعد المؤشر ناسداك المجمع ب1.41%. وصلنا معكم إلى نهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة، نعود لاستكمال ما تبقى فيها مع نهى توفيق وفاطمة خليل. شكرا الزميل مصطفى مزار على هذه الوقفة الاقتصادية. إذن مشاهدينا وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرتنا إلى عناوينها. خلال تفقده عددا من المشروعات بهيئة الاستثمار، الرئيس السيسي يؤكد اهتمام الدولة بدعم الصناعة وإزالة المعوقات أمام المستثمرين. مدبولي يجتمع بالمجموعة الاقتصادية ويؤكد استمرار التعاون مع البنك المركزي لمواجهة الظروف العالمية الراهنة. النتائج الأولية لاستفتاءات ضم روسيا لأربع مناطق أوكرانية تظهر تأييدا للضم، والبرلمان الروسي يدرس قرار الضم في 4 أكتوبر. مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإخبارية من التلفزيون المصري، نشكركم على طيب المتابعة، دائما في رعاية الله وأمنه، إلى اللقاء.